انا بس هقف عند النقطه ديت واقول كان من ضمن المصالح اللي اتكلمنا فيه، قلت ان احنا ايه نوفر فرص عمل، نوفر ايه فرص عمل. في كام اللي يكون في حد شغال في حته ولا حاجه يلاقيني واقف جنبه اقول له ايه بتاخد كام، فيضحك يعني. انا بقى بسال كده عشان اشوف الانسان ده البسيط ده بياخد كام، واعرف هل هو يقدر يعيش كده ولا الدنيا عامله ازاي. ف وانا ماشي على الطريق ده بتاع الساحلي قدام ما كنا بنفتح موضوع الرمال السوداء، فلقيت شاب صغير يعني 18 19 ولا ايه، بسيط جدا يعني. فهو قاعد قدامي كنت بقول لك ايه انت بتعمل ايه؟ قال لي انا بعمل يعني بفتح في الخرسانه بالمنشار الحدادي ده فواصل بينها. قلت له طيب تاخد كام؟ والله العظيم انا اتصورت هيقول لي باخد 100 جنيه 120 جنيه، انا بقسم. قال لي انا باخد 180 جنيه. قال لي انا باخد كام يا كامل؟ دي شركه قطاع خاص بالمناسبه، مش الشركات بتاعت مش كده؟ قال لي كام؟ 180 جنيه. قلت له انا لو اشتغلت 20 يوم تاخد 3.6، مش كده؟ اكتر من كده يبقى 4 5 حسب، وانت شاب صغير. اقعد اكمل. انا بقول لكم كده ليه؟ لان انا من ضمن المسار اللي احنا مشينا قلنا هنعمل فرص عمل في كل حته في الدنيا تجتذب طبقات بسيطه ومحدوده وما سيبهاش كده للسراب. طب الكلام ده بقى لنا كام سنه شغالين فيه؟ شغالين فيه بقى لنا كام سنه؟ شغالين فيه بقى لنا 7 سنين. والدكتور عاصم يراجعني بقول لكم مش اقل من 5 ل6 مليون انسان شغالين على كامل الارض المصريه. انا بقول كلام معقوله يا دكتور عاصم؟ بامانه. لا بامانه. شوف انا بقول كده لكم ليه؟ ان ما كانش الهدف من الشغل اللي بيتعمل غير ان انا ادي للناس دي، طب ما انا كنت اقعد يا دكتور عاصم، طب ما انا كنت ادي اقدر الناس دي ايه اطلع من وزاره الحمايه الاجتماعيه له ايه ادي لكل اسره 1000 جنيه زياده 2000 من الاسر اللي احنا بالمعايير اللي احنا عارفينها نديهم المبلغ ده. ماشي نمط استهلاكي مش كده؟ بس لكن انا ما حققتش مصلحه، ما عملتش حاجه، البلد هتفضل زي ما هي كده ودفعت الفلوس. طب ما ادفع الفلوس واغير الايه؟ الواقع يا دكتور مصطفى. وانا بكلمكم على العاصمه هنا. عاصمه ايه؟ مصر كلها لازم تبقى زي دي. مصر كلها لازم تبقى زي دي. وحلمكم يبقى كده. كده. ازاي؟ لا تاكل ولا تنام ولا ترتاح. ايه الكلام دوت؟ الناس دي اللي بترضى بال ايه ده؟ فخمسة مليون شغالين بقالهم 7 سنين. حد يقول لي طب فانا قلقان يعني؟ لا 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 خالص، والله والله انا بحلف بالله خالص. ليه؟ انا قاعد شايف بعمل ايه؟ وشايف الناس بتاخد ايه؟ وشايف الناس بتشتغل ازاي؟ هتقول لي حتى لو كان في مليون بينزلوا سوق العمل يا دكتور مش كده؟ لسه عندي فرصه عمل تاني. طب الموارد المحدوده دي الفكره الايه؟ الفكره. هقول حاجات كده بس من باب انك تعرف يعني ايه فكره عشان انا بقولها كتير يعني. انا قلت لكم ان هي قناه السويس دي طول عمرها بيجي لها دخل تدي لوزارة المالية وال مش كده يا دكتور معيط؟ وخلاص. فجاء الراجل بتاع هيئة قناة السويس قلت له معاك فلوس كام؟ قال لي أنا معيش. اتفضل استريح. قال لي إيه يا فندم؟ قال لي إيه؟ قال لي معيش. وجه الدكتور مصطفى وهو وزير إسكان قلت له معاك في هيئة المجتمعات العمرانية فلوس كام؟ قال لي يعني ده أنا بشتغل كويس. قلت له معاك كام؟ قال لي 750. قلت له يا راجل مش كده. عاصم الجزار اهو هو رئيس وزير الاسكان دلوقتي. الكلام ده هبقى اقوله ولا ما؟ دكتور مصطفى؟ لا بجد. قول قول يا دكتور معاك كام؟
أنا عندي دلوقتي حجم استثمارات ب 890 مليار جنيه على الأرض. دي أعمال لم يتم لسه تحصيلها. إحنا كنا بنتكلم امبارح، إحنا عندنا بس في مدن الجيل الرابع شراكات مع القطاع الخاص في 13,000 فدان. 13,000 فدان حج كلهم في مدن الجيل الرابع اللي هم معمولين في آخر 6 سنوات. حجم الاستثمارات في ال 13,000 فدان دول فقط 1,100,000,000,000 جنيه. حصة الدولة فيهم 311 مليار جنيه. تحصيلهم من 5 سنوات إلى 15 سنة وفقا للمساحة ومدة التعاطي. كل دول في المدن الجيل الرابع اللي هو 30 مدينة اللي احنا ابتدينا نشتغل فيهم. ده التعبير اللي فخمتك امبارح قلته، ان هذه المساحات المضافة ضافت على الاقل للدولة 10 تريليون جنيه كأسيتس او كقيمة مضافة للاقتصاد المصري.